مساء الفل، مساء الياسمين، لكل أصدقائي الحلوين. عاوزك تعرف تماما إنني بنعشقك كتير. يلا نبدأ مع تجربتنا النهاردة. شاب محترم جدا اسكندراني جاله شغل في القاهرة وهو لسه ما يعرفش اي مكان، هو اول مرة تقريبا ينزل القاهرة وما يعرفش فيها اي حاجة. تعال مع بعض نعرف ايه اللي حصل له. انا مصطفى جالي شغل، وانتوا عارفين طبعا الايام دي الشغل نايم جدا، فبدور على النت جه لقيت في مصنع طالب عمال تغليف في مصنع، بس للأسف مش في بلدي، أنا من اسكندرية ورايح الشغل ده في القاهرة في مصر. فقلت ايه المشكلة، طب ما اجرب، مرتبها بصراحة حلو، بس للأسف أنا ما معرفش السكن نظامه ايه، بس عادي راح اجرب وممكن اخد أوضة كده على قدي في أي حاجة رخيصة لحد ما ربنا يفرجها ان شاء الله. وبالفعل نزلت من المواصلات وفضلت ماشي بقى كده في وسط البلد. انا اسمع دايما اللي وسط البلد حاجات رخيصة، وناس اللي هم الجمال او الشعبيين اللي هو الناس اللي تقدر حياتهم جميلة وسهلة حلوة، فقلت ناس زينا شعبيين زينا نقدر بقى نهزر معاهم، نسأل مثلا حد، والله ما فيش حاجة رخيصة، ممكن على قد مرتبنا كده على قد اللي في جيبي كده والدنيا تمشي. ولقيت وانا ماشي لقيت لوكاندا مكتوب عليها يعني حاجات سعرها رمزي، فقلت ايه المشكلة، طيب كويس اهي حاجة تقضي الغرض، نروح نشوف شغلنا ويا رب يكرم. وانا داخل اللوكاندا فقلت اسأل الاخ، لقيت واحد كده من على الباب قال لي بقول لك ايه يا باشمهندس، قلت له خير اومر، وقول لي انا عندي حاجة ارخص من هنا ويبقى بحري وشكلها هتعجبك قوي، شكل حضرتك ابن ناس كده ومش شكل يعني هنا يعني مش شكلك كده يا واد مؤدب كده ومحترم. قلت له يا عم الله يبارك لك والله، بس هنا يعني الاسعارها يعني في بقى عندي حاجه ارخص من كده. قلت له طب ممكن نبص هنا مثلا نشوف هنا، قال يا باشا بس ما تقلقش تعالى. انا طبعا مش فاهم حاجة ومعرفش الاماكن هنا خالص، طب قلت طيب خلاص فعالي بالي، طب ايه المشكلة، بدل ممكن تكون ارخص يعني عادي مفيش مشكلة. وقعدت ماشي مع الراجل لحد ما وداني مكان في كله عماير مفيش لوكاندا خالص، هو عبارة عن عمارة. دول يا حاج يعني معلش يعني انت هتيجي مثلا العماير والشقق زي لوكاندا خد فيها اوضه يا باشا، والله هتستريح، تعالى بس تعالى ما تقلقش مش هيختلف الفلوس. والله انا بصراحه مقلق يعني، التانية شايفه اسعارها يعني معقول الشقه زي سعر الاوضه، بس يلا دينا ممكن اهوده ولما يمشي ارجع تاني عادي يعني، هو يعني هيشوفني. وطلعت مع الاستاذ ده والحاج، طلعني لقيت البواب عادي يعني اللي بيطلع وينزل عادي ولا اكن حد شايف حد، ولا راح فين ولا جاي منين ولا هو شكله عارفه ولا ايه، انا مش فاهم عادي، انا مالي اي حاجه يا رب تطلع سعرها زي ما بيقول. لقيته عادي فتح معاه المفتاح، لا اله الا الله، يا عم شقتك يا عم ولا انت بتأجرها؟
قال لي يا باشا انت مالك خايف من ايه؟ قلت له يا عم انا مش خايف، انا عاوز انام يا عم، انا تعبان، شوف لي حاجة على حتى الحالة واشفرة، ما تفتكرش ان انا ابن ناس ومعايا فلوس. لا 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 لا، تقلقش تقلقش. بقول له كام دي؟ فقال لي اتفرج بس على الشقة كده. قلت له طب معلش ريحني بس النبي، بكام ايجارها؟ بكام دي؟ ولا في ولا بالشهر؟ انا عاوز حاجة شهرية كده، مش هقعد بيوم انا. يا باشا مش هنختلف، شوف بس. فاتفرجت بصراحة يا جماعة على الشقة، حلوة قوي، حلوة حلوة، واسعة متوضبة كده ومتشطبة، حاجة كده حاجة حلوة نظيفة. المفاجأة بقى اللي فعلا لقيت سعر الإيجار أقل من سعر القندة. معقولة يعني أنا هاخد سعر الشقة أرخص من سعر القندة؟ فقال لي مش أنا قلت لك يا باشا هتعجبك. أنا وافقت بصراحة يا جماعة، لأن المكان الشقة شكلها نظيف جدا وبالسعر ده حاجة لقطة. وسألته قلت له بالله عليك بقى أنا عاوز أركب أروح العاشر بقى، أركب منين أنزل العاشر؟ فوصف لي بقى إن أنا هركب مواصلات وكده. فالعاشر دي منطقة صناعية اللي فيها المصنع أو الشركة أنا هشتغل فيها في التغليف. وخلاص اتفقنا على كل حاجة، وخد الشهر المقدم ونزل وطلع، راح مديني عقد الايجار. قال لي يا باشا مش هنختلف في اي حاجة، واللي انت عايزه رن عليا هجيب لك كل حاجتك، والبواب تحت اهوت، لو عوزت اي حاجة كلمه بس او رن على رقم تليفوني. وفعلا عجبني الموضوع، خلاص طب خلاص بدل سعرها كويس، واتفقت معاه وشكرا لحضرتك ومفيش مشكلة. وقعدت بقى، انا كان نفسي بصراحة انام، ان انا اجي من اسكندرية للقاهرة 3 ساعات سفر ولا ساعتين ونص، ده في المواصلات انا بالنسبة لي حاجة بقى يعني صعبة، بتعب انا بالسفر كتير بصراحة، واول مرة معلش اجي بقى، فعادي مرهق عاوز ارتاح. روحت داخل كده مريح، وخدت الشهر المتين الاول ونمت شوية، ولقيت الجرس بيضرب. مساء الخير يا بيه. مساء الفل يا حبيبي. قال نعم خير. لا والله يا بيه احنا لقيناك، فقلت معاك البواب اللي تحت يا بيه، لو عايزت اي حاجة كلمنا بس يا بيه. حاضر حاضر بقى، بتشكر والله شاكر. معلش انا اسمي مصطفى، حاجة الاسامي يا بيه، معاك منصور. ماشي يا عم منصور، يا تشرفنا والله، اهلا بيك. وراح الاستاذ منصور اللي هو الماسك الامن تحت او البواب بتاع العماره، وراح نازل مع الف سلامة. قلت بقى طب انا عايز اكمل النوم، وري داخل لقيت في حد قاعد على السرير، فبفتح بسرعة النور مفيش حد. لا اله الا تهيؤات دي ولا ايه؟ احنا هنبدأ؟ لا 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 اكيد تهيؤات تهيؤات صح. لا ده ايه ده؟ يا لهو يا ما هنبدأ من دلوقتي بقى. لا انا ما حطيتش في دماغي، قلت انا نفسي اريح جسمي شوية، لكن مش جاي لي نوم، ويا رب كل شوف ده كنت هيوقات. انا قلت بقى بص انا هقوم كده صح صح، وانزل اخد جولة في المنطقة دي، واسال الحاج منصور اللي تحت بقى اذا كان في هنا سوق ولا مطعم ولا حاجه اجيب لقمه، ويا رب كنت هيؤات. وفعلا نزلت حطتش في دماغي، لقيت البواب تحت، بقول له النبي عم منصور مفيش هنا اي سوق ولا اي حاجه، انا عاوز اجيب اكل احطه فوق الحاجه عشان نعرف ناكل لقمه.
مال ايه يا بيه، هتخش كده خش على طول يا بيه، هتلاقي اول يمين يقابلك هتلاقي السوق، اشتري اللي انت عايزه، لو عايز تاجي معاك ماشي يا بيه. لا يا عم الله يبارك لك، ماشي الف شكر والله. نسيت اقول لكم ان الشقه فوق مفروشه شقه كده على قدها، وفيها تلاجة صغيرة كده بس هتقضي الغرض. وفعلا نزلت اشتريت شوية الخضار وشوية الأكل، ورحت مطعم كده بتاع كشري، كلت علبة الكشري، ورحت مروح وقلت بقى ايه، اجي انام بدري عشان اصحى من بدري واروح المصنع ونشوف الدنيا فيها ايه. لسه بفتح الباب لقيت حد بيجري في الطرقة بتاعت الشقة بس بسرعة، يعني في لحظة. لا وبفتح النور تلاقي لا اله الا الله، والله التهيؤات ولا ايه، انا لسه عملت حاجة ده اول يوم ليا، ومين ده؟ انا الحاجة وقعت من كتر الخوف، وقعت مني لمنصور. يا عم منصور ايه يا بيه؟ قلت له في قلت له لا مفيش حاجه يا راجل، طيب مفيش حاجه، بس انا بطمن عليك، بس طمن عليك يا حبيبي. انا دخلت هيقول علي عبيط ده، ولا هيقول علي عيل صغير، حطيتش في دماغي. رحت داخل رصص حاجتي، موضب التلاجه وزي الفل. كملتش دقايق بالظبط لقيت جرس الباب بيضرب، لقيت بيقول لي واحد انا الاستاذ احمد اللي فوقك. قلت له اهلا وسهلا، وامرني. لا يا حبيبي لا، عايز اي حاجه كلمني، انا جارك اللي فوق هنا، انا بس بتعرف عليك. وتعرفت على الراجل بصراحة، شكله محترم، بس قلت له معلش ما تزعلش مني، بس أنا مرهق بس شوية. واعتذرت له وراح جاي طالع تاني. ببص على الترابيزة لقيت المحفظة بتاعت الأستاذ أحمد اللي هو لسه معرفني بنفسه فوق. فطلعت بأجري وراء السلم، مفيش حد، لقيت الشقة، ضربت الجرس مفيش حد رد عليا، قعدت اخبط مفيش أي حد رد، زي ما يكون الشقة أصلا مقفولة، وحتى الباب متعفر كده زي ما يكون مقفول بقاله كتير قوي. فقلت معقول الراجل ده عايش ازاي وسايب الباب كده، وسايب قدام الباب وسخ قوي كده، والتراب ده ايه ده كأنه بقاله سنين مقفول. انا قلت انا مالي، هي اصلا يعني خليني بقى اشوف اكل عيشي ومركزش، انا ماليش دعوه باي حد، هو لما ينزل هيشوف المحفظه اللي مش معاه وهينزل يقول لي على المحفظه، او انا بديها البواب وخلاص. ونزلت حطيتش في دماغي، قلت بقى انام بدري عشان اروح الشغل بدري، ولسه اول يوم ليا في الشغل فهتعرف لسه اشوف الدنيا فيها ايه. ونمت يا أصدقائي والحمد لله نمت بخير وسلام. بس بعد عذاب قعدت كده قاعد في السرير لحد ما جاي نوم، بس الحمد لله أنا عرفت أنام ساعتين. ورحت مصنع وقدمت نفسي وقلت لحضراتكم اللي انا كنت كلمتكم وشفت الاعلان وكده، بصراحة ناس محترمة، واستلمت الشغل وهو فعلا نفس المرتب اللي هما كانوا منزلينه، هو ماشي مش كبير بس هو كويس، يا دوب هندفع الاجرة وهنعيش منه، ولو فات حاجة ماشي، ما فاتش حاجة احسن ما فيش خالص. ويا فرج الله، وخلص الشغل خلاص في امان وسلام، وكان بصراحة شغل سهل. وطبعا الاول يوم ده في الشغل يوم حلو، لسه بتعرف كده على الحاجة وازاي تشتغل، والناس بترحب بيك وانت بترحب بالناس وتعرفوا على بعض. انا مروح
لقيت اتوبيس اللي هو بتاع العمال، بس المشكلة قالي لا والله مش خطنا، بس نوعدك اللي انت ممكن نوصل اقرب مكان بعد كده. بس هي المشكلة بقى لو بيمشي بمواعيد ومستني الشيفت اللي بعدي عشان يمشي معاه، عشان مش هيمشي على هد نفر ولا اتنين، وانا بصراحة مرهق قوي بقى، انا ما اعرفش حد لسه، فهقعد فين في الشارع؟ مينفعش. فقلت اركب اي حاجة واروح. هو فعلا سألت على المواصلات لحد ما اعرف الاسامي الحاجة، وروحت الشقة اللي كلها تهيؤات، ويا رب تطلع تهيؤات. وانا معدي مفيش بواب، فقعدت مستني كده مفيش حد خالص. رحت طالع بفتح لقيت نفس الخيال بيجري، فقلت لا لا اكيد ده مش تهيؤات، لا لا اله الا الله. ببص في الساعه لسه لقيت نفس الوقت الجرس ضرب تاني، نفس الراجل الجار اللي فوق استاذ احمد ساخير. قلت له مساء الفل، افتكرت المحفظه؟ قلت له انت كنت ناسي المحفظه؟ قال لي اه، هي فين؟ رحت داخل كده جايبها له، ما لقيتش الراجل. الراجل ده راح فين؟ هو في ايه بالظبط؟ فانا طلعت اجري تاني، لقيت برضو الشقة، هما قدام بعض شقتين، بس الشقتين اكنها مهجورة مفيش اي حد. نزلت البواب، لقيت البواب قاعد اكنه نايم بقاله كتير، رغم ان انا كنت لسه طالع يعني لحق ينام كده. لا مش معقول. خبطت، يا عم منصور يا عم منصور. ايه يا بيه مالك؟ قلت له هو الشقه اللي فوق. قال له مالها الشقه؟ الراجل لسه نازل يا بيه. لسه نازل ازاي يا عم منصور؟ الراجل لسه كان معايا من شويه. يا بيه ما تشغلش بالك يا بيه، اقفل على نفسك وخليك في حالك. قلت له باشا يا عم منصور، طب المحفظه دي بتاعه الراجل اللي انت بتقوله هو لسه نازل وانا لسه شايف فوق. لا يا بيه ما تشغلش بقى، هات المحفظة يا بيه. قلت له يا عم ما ينفعش، طب افرض سأل عليها، ده هو لسه. وبصيت ما لقيتوش، ده كان واقف معايا وفي ثانية اختفى. يا بيه ما تحطش في بالك، اقفل على نفسك بابك وخليك في حالك. ماشي يا عم منصور ماشي. وانا طالع بقى قلت ايه المكان اللي كله يا رب يحصل تهيؤات، راجل يختفي من قدامي والراجل بيجري في الشقة، يا رب انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت قاعد في بلدي وفي شقتي وسط عيلتي ومزاجي زي الفل. وانا طالع على السلم لقيت واحد تاني خالص معرفوش وقفني، بيقول لي اهلا وسهلا، انت الجار الجديد؟ قلت له ايوه يا عم انا الجار الجديد. لقيته بيتكلم كده بكل تناهي كده. اهلا اهلا اهلا. قلت له بقول لك ايه والنبي، الاستاذ اللي فوق ده اه ماله؟ قلت له ما انا بخبط عليه كل شويه. لا لا بلاش، لسه البواب قال لك خليك في حالك. قلت له يا عم انت عرفت منين البواب؟ قال لي شكلك هتعبنا وهتقرفنا كتير. قلت له يا عم تتكلم كده ليه يا عم؟ الراجل قال لي كلمتين وراح سايبني اكنه يعرفني بقالي سنين. مش مشكله، ناس شكلها غريب اصلا. ما حطيتش في دماغي بتصل بالراجل اللي انا اجرت منه الشقه. الموبايل مغلق او غير متاح، قلت عادي جهاز الشبكه عادي مفيش مشكله، شويه ورني تاني. انا عايز اساله مين اللي فوق، واكيد عارف جاره ولا عارف البواب ولا عارف اي حاجه. بخش شقتي اللي انا لسه ماجرها بقالي يوم،
لقيت الخيال تاني واقفلي في الصالة. خيال مش بني، هو ظل. بفتح النور لقيتش حاجة. انا بقى رجلي يعني عمال كده بقدم رجله واخر وعاوز اجري، بس هيقولي علي عبيط بقى ولا. بس يلا ربنا بقى يعديها على خير والشغلانة تطلع حلوة. اقبض اي مرتب وامشي من هنا. دخلت عادي بس مرعوب بصراحة. كنت افتح اوضة النوم لقيت راجل وست قاعدين. انا طلعت اجري لقيت خيال تاني بيجري في الطرقة. قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله، اجري ولا اهرب اروح فين؟ سمعت الجرس ضرب تاني. قلت اقسم بالله لو انت يا منصور هديك في وشك باي حاجه. لقيت الاستاذ اللي فوقي صاحب المحفظه اللي هي مش عاوز ياخدها، كل ما اقول له انت فين بيختفي. حتى جاري طلع بيختفي. لقيت الاستاذ اللي هو صاحب المحفظة. انا اول ما شفت قلت له اقسم بالله ما انت ماشي، استنى خد محفظتك. هات 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 ما هات. رحت مديها له بقى. انا اول ما صدقت شفت رمتها في وشه. حتى ما قالش السلام عليكم، راح قافل الباب وراح راح جاي ماشي. راجل غريب كده، اول مره اشوف حد بيختفي وعايش في شقه اكنها مهجوره. حطيتش في دماغي وقلت اقعد في الشقه اللي انا اصلا مش فاهم فيها حاجه، ومين الست ومين الراجل اللي بيطلعوا لي في الشقه دول ولا ايه حكايتهم؟ يا رب هو انا ايه اللي هيحصل؟ يا رب تطلع تهيؤات ولا احلام ولا الضلمه بتحصل لي فيها تهيؤات. قلت انام واسيبها على الله، بس احلام وكوابيس. الكابوس المرعب اللي انا شفت نفس الرجل ونفس الست اللي قاعدين بيموتوا بعض واحدة وواحد، بيطلب واحد زي ما يكون بيخون واحدة، وعاملين بيضربوا بعض، هو بيضرب بالسكينة وهي بتدافع عن نفسها ضربته بالسكينة، والاتنين بيقتلوا في بعض. كنت مفزوع. لا لا حتى سمي، لا ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل. انا ما جاليش نوم وفضلت قاعد لحد ما النهار طلع. اول ما النهار طلع ارن على الراجل اللي انا اجرت منه الشقة. مفيش حد بيرد، موبايل مقفول. وانا نازل قلت اكيد منصور ده عارف حاجة، مفيش بواب قاعد. قلت عادي ما احطش في دماغي، بس قدام لقيت الاستاذ صاحب المحفظة اللي شكله غريب ده. اسأله بقوله هو ايه حكايته؟ هو في حد هنا مات مقتول او في حد حصل له حاجة؟ خليك في حالك، اقعد في سلام وبس، متركزش ومتدخلش مالكش فيه. قلت له يا عم انت في راجل سابني ومشى. قلت هو في ايه؟ وببص بقى مش ماشي الراجل، مجرد ان انا بلف وشي تاني بلف ما فيش الراجل، الراجل اختفى من قدامي تماما. لا اله الا الله، الناس اللي بتختفي دي. انا رحت شغلي حطيتش في دماغي. لقيت راجل كده محترم السواق بتاع الاتوبيس. انا بصراحه كان نفسي اتكلم مع اي حد، نفسي افضفض حد يفهمني حاجه. بقول له يا حاج في عماره انا سكنت فيها، قلت له على اسم المنطقه، انا معلش مش هقدر اقول اسمها عشان مشهوره جدا. قلت له يا حاج العمارة كذا كذا. قال لي يا ولد العمارة اللي طلعها دي لحد دلوقتي مفيش حد اصلا قاعد فيها.
ده من يومها كان واحد ومراته مهاته بعض، كانت هو بيخونها وهي قفشته، ففضلوا يتعاركوا مع بعض لحد ما الجيران جت وفقامت خناقة كبيرة ومات الراجل ومراته قتلوا بعض. وشاق العليم اللي الجار اللي فوقك انتحر، حتى البواب بعيد عنك يا بيه. تعرفش حصل له ايه؟ بيفتحوا الاوضه اللي قاعد فيها لقوه مشنوق شنق نفسه. قلت له يا عم انت بتقول ده؟ عم منصور لسه مسلم عليه امبارح. قال انا معرفش اسمه. نصيحه يا ابني، انت زي ابني، حاول تمشي او شوف لك مكان. يا العمر اصلا مفيش فيها حد قاعد خالص. انت عم تتكلم بجد؟ قال له يا ابني احنا كلنا نعرفه ان المنطقه دي كويسة وفي حالها، بس هي العمارة دي مقفولة من زمان. قلت له ما مين اللي أجر لي؟ قلت له معرفش بقى يا ابني، شوف بقى أنت مين اللي أجر لك. إن مفيش، إحنا ما نعرفش أصحاب دلوقتي الشقة مين، ولا هي ملك مين أصلا دلوقتي. الشقق اللي هما الشقتين تلاتة، الدور الأول والتاني والتالت، دول يا بيه اللي هي العمارة كلها مفيش فيها أي حد. لا اله الا الله، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني قاعد مع عفاريت ولا اشباح ولا ارواح؟ هل لو بيحمد ربنا انت لسه عايش؟ الحق بقى لم هدومك ولم حاجتك وخد بعضك وامشي. نصيحه يا ابني، روح اللوكاندا اللي انت قلت عليها دي، ولا شوف لك اي حاجه اقعد فيها. تو باشا يا عم، الله يبارك لك. انا روحت بصراحة، عاوز اطلع ومش عاوز اخش اصلا في داهية الهدوم. انا عاوز ارجع، انا عاوز اسيب هنا وامشي تاني. لقيت عم منصور. طب الراجل ده بجد ولا الراجل ده شبح ده ولا روح دي طب اقول له سلام عليكم هيرد، ولا اقول له مساء الخير؟ طب اطلع اجري ولا اقول له ايه؟ لقيته قاعد كده واخد في نفسه مقلب كده. ازيك عبد منصور؟ ازيك عبد منصور؟ اهلا بيه، مالك يا بيه؟ خايف من ايه؟ مالك كده بترعش كده ليه؟ وطوق يعني انت بترد اهو يا عبد منصور؟ يعني انت بجد عبد منصور؟ ايه يا بيه، انت مجنون ولا ايه يا بيه؟ انت ايه يا بيه، مالك؟ انت شارب ايه؟ قلت له لا يا عبد منصور، ده انا بس بطمن عليك يا عبد منصور. طلعت عادي على السلم، محبتش اصلا ابص ورايا، لقيت الراجل الغريب اللي هو بيختفي ده. فبقول ايه، اهلا، ايه لسه مش فاهم حاجه ولا بان خايف كده ليه؟ ولا ركبه بتخبط في بعضها ليه؟ ربنا يخليك في حالك. جيت هنزل اشوف عم منصور، عم منصور مش قاعد. لا اله الا الله. وبص الراجل اطلع تاني، الراجل اللي كان واقف دلوقتي اختفى من على السلم. لا اله الا الله، بجد بقى ولا ايه؟ بفتح الشقه لقيت الراجل هو والست واقفين في الصاله وكلهم دم. انا حتى طب اقول لهم ايه؟ دور انتوا مين؟ انا ما عملتش حاجه. رحت قافل الباب ورجع تاني، قعدت اجري على السلم لقيت عم منصور. بالك يا بيه؟ ايه شفت عفريت ولا ايه يا بيه؟ يا عم زوري في حيل، ببص بزق الراجل واجري على السلم، لقيت الراجل باب تاني واقف هو والراجل التاني اللي هو الجار الغريب ده على السلم. ايه يا عم منصور، انت لسه كنت على السلم دلوقتي يا عم منصور؟ ولا بيد الراجل لك ايه يا عم؟ ايه؟ انا جريت في الشارع زي المجنون وببص ولقيت عم منصور، ولقيت حد اصلا قدام البوابة، حتى البوابة مقفولة بالجنزير، الباب بتاعها حديد مقفول، مفيش اي حد، كأنه دخل بقاله زمن. بتصل بالراجل اللي اجر لي الشقه، لقيت واحده ست بترد تقول لي خير، اؤمر. ولا انا كنت مأجر الشقه اللي في العماره
قالت لي الله يرحمه يا ابني، الله يرحمه ده ابني مات في حادثة يا ابني بقاله فترة، الشقة دي كانت بتاعته، انت ازاي دخلتها؟ دي اصلا العمارة مقفول عليها بقالها فترة من ساعة الحوادث اللي حصلت فيها، ده عمارة استغفر الله العظيم يا رب، الله يكون في عونك، الله يعوض عليك يا ابني. لها بس ده فعله ايجار، ده فعله فلوس، مش عارفة يا ابني. رحت قافل السكة، ازاي انا العمارة كانت مفتوحة دلوقتي والناس كلها، بس لقيت طب اسأل مين انا، طب هدومي حاجتي، قعدت اشوف اي حد في الشارع، قعدت انده لحد ما الناس اتلمت عليا، قلت لهم انا كنت هنا دلوقتي والناس كلها قعدت عليا، انت مجنون انت مجنون، والله يعوض عليك يا ابني، واحمد ربنا اللي انت لسه عايش. معقول يعني انا عشت ليلة كاملة او ليلتين كاملة في عمارة كلها اشباح وكلها كانت ناس ميتة قبل كده؟ ادي اخرت اللي يشوف حاجة رخيصة، بس المفاجأة الكبيرة اللي انا لقيت الفلوس اللي الراجل خدها المحفظة بتاعتي، انا اصلا اللي انا اصلا ما كنتش بفتح المحفظة ان ما كانش فيها اي حاجة خالص غير البطاقة بتاعت الشخصية وبس، حمدت ربنا وانا ماشي لقيت الفلوس الايجار في الشقة اللي كلها اشباح وناس ميتة الله يرحمهم، وادي اخرت اللي يدور على مكان رخيص وخلاص، بس انا غصب عني انا اصلا ما كنتش اعرف المكان ده في ايه، انا جاي من بلد تانية وما اعرفش ايه الاماكن الحلوة والاماكن المسكونة او الاماكن اللي مش مسكونة. دي كانت تجربة واحد وقع في شقة هو اصلا ما كانش يعرف الشقة دي فيها ايه، بس بالصدفة ان عاش مع كائنات مش موجودة، الله اعلم بقى اذا كان اشباح عفاريت. اتصدق ولا لا يا صديقي ان ده فعلا حصل للشاب من اسكندرية ونزل يدور على شغل في القاهرة في الحي العاشر، بس هو كان قاعد في مكان بعيد خالص عن شغله وكان نفسه يقعد في مكان رخيص وخلاص وبس خلاص. استنونا بكرة ومغامرة جديدة مع قناتكم قناة قصص عماد. السلام عليكم.